ازيك يا مشوق؟ الهمة شوية يا رجالة. يلا يا حسين خلصني بقى. ماشي يا عم الصبر. طيب ايه؟ هات 5 بنس. 5 بس؟ ايوه. طب ادي 5 وادي يا سيدي واحدة فوق البيع. ماشي. بس اوعى تجيب سيرة على عمك ابراهيم. وعي بقى منك. حاضر. فاهم؟ ازيك يا سيد؟ ازيك؟ ازيك يا عم ابراهيم؟ ازيك يا حسين؟ مرحبا سالم. على فين كده؟ طالع نتمشوا على البحر شويه. طب ما تيجي نشربوك حاجه. اكتر من اللي انا شاربه. سلام. سلام. اتاخرت ليه يا ولد؟ حسين هو اللي اخر. عوض الولع عطاني 6 بنس. يبقى سيرومي غير المعاد. حيد انا قلت لامي كان انزلوا 4.5. يا ستي تلكعلك شويه. طب اخد انا الشتمتين. ربنا ياخدني. اخد الشتمتين على دماغي هنا واخد مشوار على رجلي لوحدي بره. من قدم السبت يا جبانه. يا تكنينه. اول حد مش طايق الشارع. نفسه يخلي. تمدي شويه يا بنت هنتاخروا. انت يعني شايفاني ماشيه على قشر بيت؟ ما تهمني. هو وصلكي فين؟ نفس المكان. وما بيزهقش؟ ما انا هنقعد فين يعني؟ هنقعد في شغل. مساء الخير يابا. ازيك يابا؟ يا شوق ازيك يا عواصم؟ الحمد لله. رايحين فين؟ رايحين نجيبوا البولي. طب يلا شوق عشان تضربوك. سلام. سلام. يا طفطف خضتني يا حسين. كنا هنمشي دلوقتي. دم كتير. وانت كده. انا هسيبك. مستنيه انت كمان. شوت. سلام. اتأخريت زي النوبه اللي فاتت. اختك وحشاني. مش انا حنين. ايه يا بنت الحلاوه دي؟ بنجة. دمي يا ولد. ازيك يا عم محمد؟ ازيك يا عاطف؟ عايزه كيلو بن وكيلو قمح. ايوه حاضر. انا مش عارفه نعمل ايه لما تسيب المحل بتاع عند ابراهيم. ما انا قلت لك انا مش هسيب المحل الا لما يجي لي جواب التعيين. ساعتها بقى مش هنبقى محتاجين موضوع البنس. هاجي واخبط على الباب على طول. حلو ولا وانا صعب كان وقع بنسه؟ كنت هتستنيني ساعه. خساره فيا؟ لا يا حسين بس انت عارف المره اللي فاتت امي بهدلتني. يا دي امك. دي ساعه يا بت. بس ما تعرفهاش. بكره اعرفها. يا ويلك يا سواد ليلك. اوعى ايدك. سلام جاي. سلام منك ايه؟ ويلي سلام. ازيك يا سولو؟ عامل ايه دلوقتي؟ حبيبي. ازيك يا شو؟ ازيك انت يا سيد؟ ايه يا ابني العركه على صباحيه ربنا دي؟ انت عارفه؟ اه عارفه. البت عواطف بتقولي ان شكلك مش طايق الشارع، ناوي تخلص دراستك وتهج، بقى ايه لازمته من الاول بقى؟ على رايك. البت عواطف فين؟ هي اللي هتفكني. الحق عند بتاع البن واحنا هنحصلوه، بس مش عايزين نتاخر لاحسن امي تطلع عفرتها علينا. جرى يا بنت، هي بعبع. لو انت السيد ركبها بعبع. هسيبكم مع عفرتها. سلام. ما قلتليش بقى. عايزه بكره كم بنسى. بنسى الا ربع. ولا ازيك؟ السلام عليكم. مام هتفكها شوية. بيني وبينك يا عاطف طول ما انا في الشارع الفقر ده عمرها ما هتتفك. حاسس ان كل اللي ببنيه بيتهد. انا طهقت. هو كل ما تحصل حاجه تشغل لي الاسطوانه دي؟ بصراحه انا اللي طهقت. ما تسيبه يا اخي بقى وتخلصني. وانا مستني رايك. طب قبل ما تسيبه بقى قول لي عشان اقول لك مع السلامه.
السلامة. ولا هيروح مني؟ ولا هيروح مني؟ الولا هيروح مني؟ هيروح؟ الولا هيروح مني؟ يا ولية ما تعملش في نفسك كده، ما الواد زي الفل اهو، ده شوية سخونية. نبي بيوجعني، نبي بيوجعني يا بلتي. اتأخرتوا ليه؟ اتأخرتوا ليه يا ولاد الكلب؟ الولا هيروح مني؟ اتأخرتوا ليه يا ولاد الكلب؟ هما مالهم بس؟ اتأخرتوا ليه؟ أنا هقوم أغلي له شوية حلو. الولا هيروح مني؟ هيروح؟ هيروح؟ الولا هيروح مني؟ الولا هيروح مني؟ كنتوا فين؟ كنا فين ياما؟ ما انتي عارفة تلات ساعات بتشربوا نقول ولا عيان. اصل ياما كان في عركة في البطحانة. ياما ما البطحانة كانت زحمة، وبعدين ماله الولا؟ ما هو زي القرد اهو. هات الدواء، هات الدواء. ايه سي الدواء؟ نسيتوا الدواء؟ نسيتوا الدواء؟ يا ابو الشو، الشارع ده مش بتاعك، الشارع بتاعك كان فيه كشك. يا ابو الشو انت تهت ولا ايه؟ الله يا ابو الشو، تعال انت رايح فين؟ ايه ده؟ مبروك. الله يبارك فيك، ده انت في الحلولي. خش يا حلو لحسن البيت قايد حريقه. تخش انت. اخش انا يا ابو الشو؟ بقول لك البيت قايد ولعه. خش. طب اشوف وش ابنك فين. راكب موز يا ولاد الكلب. انا ما تعملش كده في نفسي كده. بس بقى يا بنتي انت وهي بس اللي هتعملي هتصرف. انا يا ماما. ايه في ايه اللي جرى؟ الله ولا بيلوم. الله ولا بيلوم. يا ماما سكران. يا ماما سلامة جنبك. يا ماما يا ماما يا ماما هتموتوها يا ولاد الكلب. 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 هتموتوها. سيبني سيبني سيبني. هتموتوها يا ولاد الكلب. هتموتوها يا ولاد الكلب. هتموتوها يا ولاد الكلب. هتموتوها يا ولاد الكلب. سيبني سيبني الله أكبر. عنده ايه؟ المغص الدكتور جنبه بيوجعه على طول.
انا هكتب له على علاج، ولو ما تحسنش عليه هتعمل لي اشعه موجات صوتيه على البطن وشويه التحاليل دي. سلامتك يا دمر، سلامتك حبيبي. ايه يا حبيبي؟ سلامتك يا دمر، سلامتك. جنبي يا امه، جنبي بيوجعني. محدش شر عليك ولا يرحفك. شل قلبي وانت لا. مش فاهم سايبين الولد ده لغايه دلوقتي ازاي؟ والله ابدا يا دكتور، ده احنا ضفنا بيه 7 دخان. الولد ده لازم يتعمل له غسيل كلى من بكره. نعمل له ايه بيه؟ من بكره نكون في المستشفى يا دكتور. ان شاء الله يكون بالفلوس. هتستنوا الدور، الوضع هيضيع منكم. الواد هيحتاج غسيل كلى 3 مرات في الاسبوع. المره ب 300 جنيه، مش بعيد يحتاج ده طول العمر. صباح الفل، ازيك يا ست الكل؟ تمام، عايزين نبيع التلفزيون ده. ده هيجيب لك 40 جنيه. طب بحبحها شوية يا عم فتحي. طب خلاص عشان خاطرك اديك 50 جنيه. اتفضلي. فيها رزالة يعني، أنا محتاج مبلغ 50 جنيه عشان الولد والمستشفى والمصاريف زادت عليا قوي. حاضر يا استاذ. ربنا يخليك. حاضر يا استاذ. اتفضل يا استاذ. ربنا يخليك. حضرتك يا استاذ. مبروك يا ابو سالم. الله يبارك فيك يا عوض. بس ايه، ما لقيتش غير اللون ده. ايه مش مريحك ولا ايه؟ يا ما نفسي افتح لك كشك الجرايد اقعد اتسلى بدل ما انا قاعد فاضي كده.
ابوس ايدك يلا سيبيني. ارجع يا ولا ما تحرقش قلبي. خش جوه يا ولية. يا سالم سالم عايزه ايه؟ انت رايح فين؟ اي حته بعيد عن الشارع الفقري ده. انا زهقت يا عواطف. يعني ايه؟ تشكتوا تقولي سكتنا واحده. عمري سكتنا ما كانت واحده. انا عايز ابص لمستقبلي. طب ومستقبل انا؟ بشوفيه مع حد غيري. انا لسه سكتي طويله. دي اخرتها يا سالم. تتبعني بعد كل ده؟ يا عواطف احنا في زمن لو طولنا نبيع نفسنا فيها هنبيعوها. انت ابن كلب. صح. انا ابن كلب. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا ابو شوق؟ خير يا ابو شوق؟ انا محتاج فلوس يا ابو سالم عشان ولا سامع. انت مش قلت لي ان الواد بيغسل وانا كمان شايفه النهارده زي الفل. بس بعد غسلته بعد يومين صرفت كل اللي حلتي واستلفت من طوب الارض. مش عارف اعمل ايه يا ابو سالم. لا حول ولا قوه الا بالله. والله العين بصيرة يا أبو شوق، وانت عارف من ساعة ما بنيت الكشك وهو خرب بيتي. طيب مع السلامة انت إبراهيم أفندي. ده أنا كمان لسه كنت بقول لإبراهيم أفندي إن عايز أوسع الكشك لغاية الحيطة وأعمل قاعدة صغيرة كده لرجالة الشارع يجوا ينبسطوا، وانت كمان يعني تعال انبسط. طب أبو سالم يا راجل يندعي. هي عنتصه دي هتأكلنا عيش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما تنزلي طنط. انزل طنطا. اعمل ايه؟ اتجننت؟ اه اتجننت. عندك تفكيره تانيه؟ ولا ايه؟ ما تركبيش دماغك. دي القلوب بتتصفى في يوم وليله. دول 20 سنه. 20 سنه طفشانه منهم. رجع لهم بانهي وش؟ ورجعت انا عارفه من حي ومن مات. مش عايزه، مش هروح. بس انت اللي محتاجه. يمكن يحنوا عليك. كانوا حنوا عليا لما اخترتك. ضربت واتبهدلت. بدل ما اخرج من بيت ابويا رافعه راسي بزفه. خرجت طفشانه مع حبيب القلب. مش هنخلص من الاسطوانه دي بقى؟ خلاص يا ستي بلاش يحنوا عليك انت. يحنوا على الولد. ولا هيروح مننا يا فاطمه واحنا قاعدين نتفرجوا عليه. مش راجع غير بفلوس. يقول من اني مت عشان يستريح.
حد على البيت. فاطمة أختي؟ دي فاطمة، فاطمة أختي. فاطمة! فاطمة! يلا يا ست هتنزلي ولا ايه؟ حاجة صح يلا يا ست حاجة صح يا Thank you.
عايزه شاور. مفيش يا ستي، امشي يلا امشي امشي. عايزه شاور. عايزة شغل. مفيش يا ستي. عايزة شغل. مفيش يا ستي. ابني بيموت ومش عارف اعمل ايه. ابني بيموت ومش عارف اعمل ايه. ابني بيموت مش عارف اعمل ايه. ابني بيموت ومش عارف اعمل ايه. ابني بيموت ومش عارف اعمل ايه. ابني بيموت ومش عارف اعمل ايه. بقول لك ايه؟ ايه؟ في قعده شويه؟ انا لو بقدر اقوم كان زماني قعدت القعده السودة دي. يعني ممكن اسيب شبشبي جنبك لغايه ما اروح مشوار وارجع. هم غيروا الموضه اليومين دول والمشامير بقوا بيروحوها فين؟ لا يا ستي ما غيروهاش ولا حاجه. طمنتيني، كنت فاكره انهم غيروه. لا بس لا بس ولا اصل ولا فصل. اتكلي على الله وروحي مشوار. بالسلامة يا أختي، أنا قاعدة جنب شبشبي، لما ترجعي بأعرف أصل الحكاية. سلام.